بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع والثلاثون. العنزة والذئب. كان رجل شيخ يقيم في غابة في عريش له. كان فعل ماض ناقص. رجل اسم كان شيخ نعت. يقيم فعل مضارع في محل نصب خبر كان. وفعله ضمير مستتر فيه جوازا. تقديره هو في غابة متعلقا بيقيم، في عريش متعلقا بيقيم، وعريش منعوت له في محل جر نعت. وكان هذا الشيخ حارسا لتلك الغابة. الواو حرف عطف، كان فعل ماض ناقص. هذا اسم إشارة في محل رفع اسم كان. الشيخ نعت أو بدل. حارسا خبر كان، لتلك متعلقا بحارسا. الغابة نعت أو بدل. وكان له عدة من الدجاج وعنزة. الواو حرف عطف، كان فعل ماض ناقص. له متعلقا بمحذوف خبر كان. عدة اسم كان من حرف الجر. الدجاج اسم مجرور وشبه جملة من الجار والمجرور في محل رفع نعت لعدة. وحرف عطف، عنزة معطوف على عدة. وفي ذات يوم كانت العنزة ترعى قرب العريش والدجاج حوله، إذ خرج ذئب من وسط الغابة وتوجه نحوها. الفاء حرف عطف، في ذات متعلق بترعى، وذات مضاف يوم مضاف إليه. كانت فعل ماض ناقص. العنزة اسم كانت، ترعى فعل وفاعل، وجملة في محل نصب خبر كانت. قرب ظرف مكان مضاف، العريش مضاف إليه. الواو واو الحال. الدجاج مبتدأ، حول ظرف مكان مضاف، هو مضاف إليه. وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، إذ حرف مفاجأة. خرج فعل ذئب فاعل من وسط متعلقا بخرج، ووسط مضاف، الغابة مضاف إليه. الواو حرف عطف، توجه فعل وفاعل، نحو ظرف مكان مضاف، ها مضاف إليه. وكان هذا الذئب لم يسمع سياح الديك قط. الواو حرف عطف، كان فعل ماض ناقص. هذا اسم كان، الذئب نعت. لم حرف جزم، يسمع فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا. تقديره هو، والجملة في محل نصب خبر كان. سياح مفعول به مضاف، الديك مضاف إليه. قط ظرف زمان مبني على الضم. وفيما هو مقترب إلى العريش، إذ صاح الديك سياحا شديدا. الواو حرف عطف، في حرف جر ما زائدة. هو مبتدأ مقترب خبر، والجملة من المبتدأ وخبره في محل جر ب حرف الجر، والجار والمجر متعلق بصاح. إلى العريش متعلقا بمقترب، إذ حرف مفاجأة. صاح فعل، الديك فاعل. سياحا مفعول مطلق، شديدا نعت. فلما سمع الذئب سياح الديك خاف خوفا شديدا، وهرب لا يلوي على شيء. الفاء حرف عطف، لما ظرف زمان يتضمن معنى الشرط، مضاف وهو متعلق بخاف. سمع فعل، الذئب فاعل. سياح مفعول به مضاف، الديك مضاف إليه. خاف فعل وفاعل، خوفا مفعول مطلق، شديدا نعت. وحرف عطف، هرب فعل وفاعل، لا حرف نفي، يلوي فعل وفاعل، والجملة حالية على شيء متعلقا بيلوي. فظنت العنزة أنه هرب خوفا منها. الفاء حرف عطف، ظنت فعل، العنزة فاعل، أن حرف مشبه بالفعل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن. هرب فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر أن. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب سد مسد مفعولي ظنت. خوفا مفعول لأجله، منها متعلقا بخوفا، فصارت تتبعه وتطارده. الفاء حرف عطف، صارت فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هي. تتبع فعل وفعل، والجملة في محل نصب خبر صارت، هو مفعول به. الواو حرف عطف، تطارده معطوف على تتبعه. فلما بعد الذئب
عن العريش قليلا رجع إلى الأنزة وافترسها. الفاء حرف عطف لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق برجع. بعض فعل الذئب فاعل والجملة في محل جر بالإضافة. عن العريش متعلقا ببعد قليلا نائب مفعول مطلق. التقدير بعدا قليلا أو نعت لمصدر محذوف. التقدير بعدا قليلا. رجع فعل وفاعل إلى العنزة متعلقا برجع. وحرف عطف افترس فعل وفاعل ها مفعول به. والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها. فماتت المسكينة قتل حمقها. الفاء حرف عطف ماتت فعل المسكينة فاعل. قتل حال من الفاعل مضاف حمق مضاف إليه. وحمق مضاف ها مضاف إليه. والله أعلم بالصواب.